علاش درتوا الوقفه امام القنصليه الامريكيه؟ وهذا القرار خديناه البارح في الليل على اثر المجزره والجريمه النكراء اللي ارتكبها العدوان الصهيوني في مخيم جباليا، وهي ابشع جريمه عبر التاريخ اللي باقي العدد ضحايا وموجودين باقين تحت الارض. هذه ابشع جريمه. ووقفنا امام القنصليه الامريكيه هنا بالدار البيضاء باش لانه باش ندينوا الاداره الامريكيه وليس الشعب الامريكي. الاداره الامريكيه هي وحلفائها الغربيين من فرنسا وبريطانيا والمانيا متورطون في جريمه وشركاء في الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ليس فقط الدور الامريكي هو الدعم السياسي للكيان الصهيوني ولغيره من الاشكال، اليوم انتقل الامر الى الدعم اللوجستيكي وإفاد جنود لقتل الفلسطينيين الابرياء. هذه هي الخطوره دياله. لهذا كندوا بالموقف الامريكي، سواء الموقف المتخاذل اللي قامت به والدول الغربيه في مجلس الامن من اجل وقف اطلاق الحرب او اطلاق المساعدات عبر رفح، هنا كيبين الوجه القبيح للامبرياليه الامريكيه، وهي ليس فقط كدوله كتنادي بالحريه والديمقراطيه، هي دوله فاشيه وعدوانيه ومهيمنه على خيرات وثروات الشعوب. من قتل الافغان؟ من قتل العراقيين؟ من قتل الشعب السوري؟ الطائرات والجيش الامريكي مسؤول على كل هذا العدوان. بالنسبة لنا احنا في الجبهة، نحن نساند وندعم المقاومة الوطنية الشعبية الفلسطينية، ندعم كذلك كتائب عز الدين القسام وكتائب الجهاد وكتائب أبو علي مصطفى وكل الفصائل المقاومة المسلحة، لأننا نعتبر أن نضالهم ومقاومتهم تدخل في العمل الشرعي من أجل دحر الاحتلال. فلسطين في العيون، فلسطين في العيون، فلسطين في العيون، يا صهيون.